MDJS, faire gagner le sport. اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لوماتا سبور في حلقه جديده من برنامجكم غيداك سبور. والبدايه غادي تكون مع ابرز العناوين. احتماليه نقل الديربي البيضاوي خارج العاصمه الاقتصاديه، ابراهيم دياز خارج قائمه المغرب المستدعات لوديتي البرازيل والبيرو، الاتحاد الافريقي يشيد بقوه وتاهل الرجاء الرياضي في دوري الابطال، قطر القطري يقترب من اقاله يوسف السفري، الوداد يتسلح بتفوق تاريخي امام بيترو اتلتيكو، وحكيمي يغيب عن مواجهه باريس سان جيرمان امام بريست. والان الى التفاصيل. اهلا بكم. تحدث مصدر مطلع عن احتمالية نقل الديربي بين الوداد والرجاء عن الجولة 21 من البطولة الوطنية خارج الدار البيضاء، وتابع المصدر أن هذا الاحتمال وارد بسبب غلق مدرجات المنطقة 6 منذ فترة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونوه حال إقامة الديربي في ملعب محمد الخامس سيتم منع أنصار الرجاء من دخول مدرجات المنطقة 6 تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، ولفت أنه من الممكن نقل الديربي البيضاوي صوب مراكش أو أكادير مع استحالة إقامة المباراة في العاصمة الرباط لأسباب أمنية. كشفت تقارير إخبارية عن القائمة الأولية اللي استدعاها المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لخوض المباراتين المقبلتين أمام منتخبي النرويج واسكتلندا، وأكدت إذاعة كادينا كوبي أن مدرب منتخب لاروخ خوض لائحة موسعة كتضم 69 لاعب، من بينهم لاعب ميلان إبراهيم دياز اللي ارتبط اسمه باللعب مع المنتخب المغربي. وأوضح ذات المصدر أن دي لا فوينتي غادي يعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين يوم الجمعة 17 من مارس الجاري. أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالتأهل المبكر لفريق الرجاء إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على حورية كوناكري خلال الجولة الرابعة من دوري المجموعات للمسابقة. ونشر الكاف مقطع فيديو عبر حسابه على الموقع الاجتماعي فيسبوك كيوثق انتصار الرجاء الرياضي على حورية وتأهله للدور المقبل، وعلق الجهاز المذكور على الفيديو قائلا: قوة الرجاء التي لا تقهر تهزم حورية ويصبح أول من يصل إلى الدور التالي. أكدت تقارير صحفية قطرية يوم الجمعة أن نادي قطر يتجه لإقالة مدرب الفريق الأول المغربي يوسف السفري بعد الهزيمة القاسية أمام الغرافة 4-1 برسم دور الثمانية لكأس أمير قطر. وحسب ما ذكرته قناة الكأس فهناك أزمة في نادي قطر عقب الخسارة أمام الغرافة، مشيرة إلى أن السفري اقترب من الرحيل. وكيحتل فريق قطر المركز السادس في سبورة الترتيب العام لدوري نجوم قطر برصيد 23 نقطة، علما أنه انهزم في الجولتين الأخيرتين أمام السد والشمال. يواصل فريق الوداد الرياضي تحضيراته في العاصمة الأنغولية لواندا استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي غدا السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لكن حامل اللقب الإفريقي كيتسلح بتفوق تاريخي أمام بيترو أتلتيكو حيث حقق 6 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة واحدة، كما سجل 20 هدف واستقبل 6 فقط. وكيتصدر الوداد ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متقدما على مضيفه الأنغولي وشبيبة القبائل ثم فيتا كلوب. إلى أخبار المحترفين المغاربة، إخراج اللاعب المغربي أشرف حكيمي من قائمة باريس سان جيرمان المستدعى لمواجهة بريست على أرضية ملعب فرانسيس لوبلي غدا السبت على الساعة 9 مساء لحساب الجولة 27 من الدوري الفرنسي. ويأتي استبعاد حكيمي من قائمة النادي الباريسي بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية، هذا ويشير التقرير الطبي لمتصدر الليغ 1 إلى إمكانية عودة حكيمي إلى التدريب الجماعية للفريق في الأسبوع المقبل. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.